مشاهدينا الكرام اينما كنتم اسعد الله اوقاتكم، اهلا بكم في عدد جديد ومتجدد من السلسله الوثائقيه الرياضيه ركازا دي سبور. يشكل مستقبل لاعبي كره القدم مبعث قلق وتساؤل لدى الكثير منهم، فالبعض يبتسم له الحظ فيما يجد البعض الاخر نفسه يعيش مرحله صعبه نتيجه لغفلته اثناء لعبه كره القدم. في هذا الوثائقي وبمشاركه اسماء تعد نموذجا لما يجب ان تكون عليه حياه اللاعب بعد كرة القدم، أي مرحلة بعد الاعتزال، سنغوص في خبايا هذا العالم لنكتشف عدة أمور، تابعوا معنا. نظن باللي اللاعب لازم كيكون في الصومي تاع لا كارير تاعو، كيكون يعني في اوج عطائه، لازم يتم يخمم الى مرحله ما بعد الاعتزال، لانه لو يخلي حتى اخر لحظه 90% جينيرالمون 90% كراو رايح يفوتوا، لانه خاصه لو من الجانب المالي ما كانش امن روحه مليح. مرحله بعد الاعتزال مرحله تريز امبورطون، باسكو قليل كاين كثير من اللاعبين شغل تغويهم، باسكو الريتم تاع الفوتبول تنسى حقيقه. كاين بزاف لاعبين يقول لك لا مازال ما تفيقش تلقى روحك فانت كارير، صعيبه شغل البيريود، باسكو حياه اللاعب قصيره قد ما زعما تشوفها باللي كبيره هي قصيره. المشوار تاع الرياضي ماش مضمون، ماشي مضمون، عشان انت اليوم راك تلعب غدوه تأدي اصابه حبست، كما صارت لي الحمد لله صارت لي اصابه تاعي وانا صغير احسن من صار لي وانا كبير. الانسان باش نقول لك كنا مع ناس مربيين كما قلت لك في بدايه الحصه، الناس اللي يعطونا معلومات يعطونا نصائح، بحال خبي دراهمك سيدي المشروع سيدي تجاره صغيره، خاطر هذاك الوقت كنا نديرو كنا نقولو شنو نديرو، نديرو كوميرس حاب يقول مفهوم ندير محل صغير ملابس، محل تاع المواد الغذائيه، هذا الفكر تاعنا اللي كان بحال الحاجه كبيره. كنا نقولوا تكمل الكارير تاعك تبقى في الميادين، سواء تكون مع يعني مع الناشئين او تعمل يعني مع الاكابر، يعني المهم تكون دائما في الميدان، ولكن بنسبه قليله ما كانتش يعني كنا مركزين. انا من نقولوا السوء ولا نقولوا حسن، يعني الفرق اللي لعبت فيها كامل شاركت في كاس افريقيا، سواء كنت شباب القبائل شباب الوزداد ويفاخ ستيف ومولد الجاي، يعني التفكير تاعي دائما كان على الميدان، عمري ما خممت بعد الميدان، يعني مراحل جوزناها صعيبه مراحل مليحه، يعني الاشياء هذه دائما ما خلتناش نشوفوا ما بعد الاعتزال، لهذا ما كانش عندي فكره كبيره على ما بعد الاعتزال. ممكن تخمم في اخر لحظه، في اخر لحظات تاخذ قرار باريزون باللي هكا خلاص منا على عام تحبس 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 المسيره تاعك كلاعب كره قدم، على الاقل في هذاك المومون اللي ديسيدي تكون عندك هو بديل، تكون عندك سوليسيون دو ريشونج. وبالتالي انا نظن المشكل الجوهري كما يقولوا جوهر شيء راهو في شخصيه اللاعب. الحمد لله انا كي كنت لاعب كنت نخمم في المستقبل، سي فري باسكو حنا عندنا كارير 10 سا ديبون، تقدر باللي يسير ولا بيست فورم، تقدر الحمد لله ربي وفقني درت 10 ولا قريب 12 عام في المستوى، الحمد لله اللي تمكنت ربحت فيها دراهم، وهذوك الدراهم الحمد لله ما راحوش اكوش ادروات، عرفت وين وظفتهم بفضل الله عز وجل وبفضل ثاني ربي عطاني عقل. شوف بديت نخطط الى ما بعد الاعتزال بسببين،
السبب الأول هو أنه كانوا معايا اللاعبين كنت نعتبرهم قدوة، كيفاه كانوا كيفاه كنت نشوف فيهم في التلفاز. كاين حتى لاعبين كانوا لي بوستير تاعهم يمشيوا معايا في الجامعة، في الغرف تاعنا تاع الجامعة، والله كنت نشوفهم إلا في التلفاز، ثم أصبحت لاعب معاهم. هذوك اللاعبين القدوة اللي كنت نشوفهم أنايا، من بعد تشوف نهاية لاكاريير تاعهم كيفاه كانت كارثية، دونك تبدا تفكر تقول أنا أيضا يمكن أن نكون في نفس لا سيتوياسيون تاعهم. هذيك بديت نخمم في لاكاريير تاعي. الشيء الثاني اللي بديت نخمم فيه في نهاية العقد، في نهاية لاكاريير تاعي، هي الحادث المرور اللي تعرضت ليه في سنة 2009 لما كنت لاعب في المحترف الأول في جمعية الخروب. تعرضت إلى حادث مرور، تشوف الناس كيفاه تتبدل المعاملة تاعهم، كيفاه تكون من نجم أنت هداف الفريق، البطولة الجزائرية الناس يعرفوك، لاعب سابق لشباب بلوزداد، لاعب في المنتخب الوطني للمحليين والمنتخب الأمال، الناس يعيطولك في الهاتف، شوف تعتبر بلي نجم في البيئة اللي راك فيها. ثم لما عملت أكسيدون شهرين ما لعبتش كرة القدم، شفت بلي لونتوراج تاعي بدا يروح عليا، لقيت روحي بلي وحدي. عرفت بلي إلا الوالدين والعائلة كانوا بيان اونتوري بيا، عرفت بلي لازم الواحد يفكر بلي الشهرين هذو قادرة تكون هذه حياتك من بعد ورا لاكارير تاعك تاع الفوت. دونك بديت نفكر، واش أنا قلت لك شيئين، نزيد الشيء الثالث اللي هو الوالدة تاعي والوالد اللي دائما يوصلني، لأنه الوالدة تاعي سيب ديفيزيونير في الهيدروليك، والوالدة تاعي أستاذة تاع إنجليزية. دونك مادام راهي أستاذة راهي تهضر غير على العلم، انا مانيش حبتك تلعب الفوتبول، حبتك ثاني تكمل قرايتك، لانه نهار تخلص الفوتبول شكون اللي راح بيك؟ هذا هي من بين الاسباب. انا تقريبا بديت نخمم كي في الفتره تاع اللي كنت نحبس كره القدم هذيك، ثم خممت واش راح ندير. وانا في الفير بيريود هذيك اللي انا حبس كره القدم، كنت خرجت من الجامعه، بروبوزاو لي ان بوست تاع ادماج، هذاك 1,800,000 شهريه. كنت راح نخدم صاي، خرجت هذيك الكارت بلو تاع تشغيل، وبديت راح صاي انا نسكري، انا نحكم واحد المصلحه في جامعه في كليه التسيير والاقتصاد، انا شغل انا خريج كليه الاعلام، وغادي يعطوني واحد البوست في مصلحه التسويق، نحكم لهم تاع الرياضه والثقافه. راح نبدا نخدم تما كارطابل وفيلو وديماري تبدا تخدم. هذاك البيريود عاود ارتحقت في فريق اتحاد بسكرة اكابر، تما هذيك البيريود كانت محوريه في الكاريير تاعي، كنت راح نبدا نخدم تما، خممت باللي نبدا. ومن بعد هي توفيق من عند ربي سبحانه، هو توجور تطلب حاجه حلال برك فاهم، وربي هو يسير لك الكاريير تاعك. انسان ماشي قفازه هذه ولا زعما شو، ولكن ثم بديت نخمم انا، هذا هو البيريود اللي بديت نخمم. وكي بديت نولي جوار بروفيسيونال بديت نلعب، اي عندي لي دي بلي حنكمل تما، ديجا انا موجد روحي انا، باسكو دي فوا ام انا في الدار نقول لها راني واجد الطيحه فاهم، باسكو جوارك تعيش هذيك الامتيازات ومن بعد يجي نهار وترجع البوزة كما يقول، وتقدر تكمل ما شاء الله فاهم، زعما انت واش درت، انت واش كيفاش تسيرها، وتوفيق من عند ربي سبحانه. الحمد لله يا ربي، ملي كنت كاتيجوري كادي فزت بكاس الجزائر مع جمعيه وهران، جينيور كذلك ديت احسن لاعب في الجزائر، الحمد لله اللي فتحت لي بيبان تاع المنتخب الوطني، لعبت في كاع لي كاتيجوري جينيور كادي جينيور اسبوار محليين سينيور. بعدك التألق اللي الحمد لله رحت لليزما وسطيف وسيربي ديفز فيهم تقريبا 15 لاعب في مثل هذه الوضعيات. اذا فاهم بوعزة والهدف، فاهم بوعزة والهدف الاول لصالح شباب الوزداد، فاهم بوعزة كفروا معنا. ملي كنت صغير كنا نسكنوا في باطيمات عمارات، كانت عندنا هكا كالكوار، ملي كنت صغير نقعد نقين، هي راحت فيا وثاني دعاوي الخير الحمد لله يا ربي. انتقال لشالو، ما فيش وضعيه تسلل، توقف الدفاع في هذه الكره، وشالو عوده موفقه للحارس الوصول الى الشباك وتسجيل الهدف الثاني. ضاعت شبيرة على الجهه اليسرى، توزيعة لشالون، هايلة مرة ثانية، والهدف الثاني من شالون، رد الاعتبار لنفسه ولأنصاره دون الهدف الثاني لمصلحة فريق اتحاد البوليدة، الأولى والثانية مراوغة
والثالثة أرضية. نسج جماعي جميل بين عناصر البليدة وفتحة محكمة من ماروسي تجد رأس شهلول الذي عرف كيف يعدل النتيجة. هدف شهلول فجر مدرجات ملعب مصطفى تشاكر وحرر زملائه وأنصار البليدة. أحسن أيام تعيلي فوتهم في البليدة مع فني نحيي شعب البليدة والأنصار البليدة اللي كانوا واقفين بزاف 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 لهذوك نضرب اللي أنا هذاك الفريق ما ننساش وما نقدرش ننساه بس كواش مدلي كدعم معنوي وكتحفيز مع عند الشعب هذا حتى وتشوفوا حين قدرنا نلعب على وجه الشعب مش على وجه المال. المال عمري ما خممت فيه أنا شخصيا والناس يشاهدوا علي بذلك أنا عمري ما خممت في المال. إنسان يخمم يجي النجاحات كبيرة وإنك مثلا بالنجاح تاعو يقدر يجي المال وحده. Une balle enveloppée, allez on va voir. L'arbitre qui met le mur à bonne distance et c'est Boukilia, la frappe de Boukilia et elle est dedans. Elle est dedans à la 24e minute de jeu. Superbe but dans la lucarne. Oui. Signé Boukilia. والله فيما يخص الذكريات حنا دائما نتكلموا بالارقام يعني الذكرى الاحسن ذكرى عندي هي الفوز باربع القاب في موسم مع وفاق سطيف يعني ماهوش شيء سهل واي لاعب يتمنى حنا نتمنى نقولوا ندوا كاس جمهوريه او بطوله وطنيه لكن حالفني الحظ ومن يعني من حسن حظي اني كنت في فريق كبير وتحصلت على الالقاب في نهايه مشوار يعني قليل الواحد في نهايه مشوار وربي يعني يجازيه بهذا الاشياء الحمد لله اربع تتويجات في موسم كاس افريقيا سوبر افريقي البطوله الوطنيه وسوبر كاس ممتاز تاع الجزائر. في شباب الوزداد توجنا مع بالكأس السابعة ونهنئوهم الكأس التاسعة. الكأس السابعة حلوة على كل حال. السابعة شغل جات في الظروف تاع ما كان لا شركة ما كانتش ظروف صعبة وكانوا جوار رفعوا تحدي مع الأنصار حلوة كأس السابعة. بعد شباب الوزداد عاود رجعت الفريق أولمبي المدية وتنقلت كذلك لوداد تلمسان فريق عريق نتمنى له كل خير. وداد تلمسان ومستقبل واتسلي جمعية عمليلة عاود رجعت لهم في القسم الأول وهذا بقيت مع هذا الموسم لعبت معهم عين مليلة الموسم هذا ثم كاريير مليحة وبيرتيربي ومام طون. كاين الناس كاين بزاف لاعبين اللي الناس ما وجهوهمش ما لقاوش شكون يوري لهم ما لقاوش شكون اللي يوجههم للطريق الصحيح وبالتالي بداوا في طريق معوجه وكملوا معوجه. هاد لي جون تاع اليوم ان شاء الله ماذا بينا يلقاو كسوسوا من لونتوراج كسوسوا من برا لونتوراج كسوسوا الاعلام خاصه الاعلام لازم يلعب دوره لانه الاعلام والله يعني سي مالورو مي ما راهوش يلعب الدور تاعو على احسن واكمل وجه. الحمد لله انا كنت من صغري متعلق بما نحييها خوتي كذلك لابراف الحمد لله غير ربي فرج عليا الحمد لله وسعت لهم وشريت لهم مسكن كبير الحمد لله يا ربي. ثاني اللي وفقتني ثاني تزوج صغير ربي عطاني زوجة صالحة اللي نذكر نسابي ولادي الحمد لله ربي رزقني زوج بنات وعندي ولد وعندي بنت ان شاء الله جاية في الطريق ان شاء الله ربي يكبرهم لي في الدين والطاعة ان شاء الله. إذا كانت عندك زوجة كما قلت الأمر هذا ويكون أمر مشاورة بينهم مادام تكون قاعده في الدار كما نقول لك وعندك كيما زوجه اللي تقدر تاخذ معها وتدي في الكلام حتى الكلام تاعهم يكون فائده عليك لان علاش تشوف بلي الكارير تاع زوجها هو المستقبل تاعها وتاع ولادها عشان كان خمت في مجال انها زوجه في البيت وما عندها حتى دخل. لا الان انا نشوف مرات خدام راجل يخدم ومرات يتعاونوا بيناتهم وهذيك شغله كاين ديك البنه هذيك والله العظيم من هذا المنبر نقدم تحياتي للعائلة تاعي والعائلة تاعي في غليزان وخاصة الأسرة تاعي اللي تكون من أربع أولاد كاين نهاد كاين آدم كاين جواد صوفيا نحييهم والزوجة الكريمة والأم الزوجة هي الآن كما أقول لك
تعور لي الام تاعي وتعور لي ني ربي ان شاء الله يطول عمرها ان شاء الله. هنا ماشي كل واحد عنده سي شونس بالك دافوار محيط عائلي اللي ينصحو واللي يوجهو، لانه اغلب يعني اللي كان نعرفوهم تاع ناس اللي ما نجحوش هما سي المحيط تاعهم هو اللي اداهم للتهلكه، هو اللي رماهم للواد اون كلكو سورت. انا نظن قبل ما نتحدثوا على المحيط، المحيط العائلي او المحيط يعني بصفه عامه، لانه هذاك المحيط فيه عوامل مؤثره ديجا في المسيره تاعك وعوامل مؤثره ما بعد المسيره. نخمو في مربط الفرس ان صح القول، نقولوا لا كيستيون كي سوبوز سي شخصيه الانسان. لما تكون شخصيه الانسان يعني قويه وشخصيه اللي ما ماشي كما نقولوا حنايا بالعاميه ماشي الريح اللي يجي يديه، يعني تم نقدر نقول لك باللي راهو عنده ديجا يعني سند ثم يجي المحيط. لانه لما لاعب تكون عنده شخصيه قويه المحيط ما ياثرش عليه سلبا، بالعكس يعني او راح يدي من المحيط تاعه يدي ما الا ما هو ايجابي. هي وكيل الاعمال هي باش ندو نروحو لوروب. في لوروب كي تقول وكيل اعمال محترف، بصح حنا وكيل اعمال يجي يدي لك شهر ما دام يجي يشوف الجوار مسكين ما يطالب له حقوقه. لابريف انا في غيليزان عندنا 3 سنين وحنا نقارو، الله يخلف على الرئيس تاعنا جمهوريه تبون ووليد صادي اللي داروا قرار وخلصوا كاع الديون. شوف راك قصت نقطه مهمه جدا تاع لي زاجون جوار. انا بور مو لاجون جوار لازم يكون هو لو برومي كونسيي بعد الاب والبيئه تاعو، لكن هنا مالوروزمون اغلب لي ماناجر باش ما نعموش الى رانا عنده نقدروا على نسبه 80% من لي ماناجر، الهم تاعو الاول والوحيد هو انه لما يمضي هذاك اللاعب يدي لي 10% تاعو ولا لي 20% تاعو. واغلب اللاعبين في الجزائر اللي لا كارير تاعهم راحت باسكو تبع لو ماناجير تاعو، لو ماناجير تاعو راح يتبع لو كوتي فينونسي. ما تخممش غير في الدي بورسون اللي تديها، تخمم له في قبل واثناء وبعد. دير له كونطرا تاع 4 ماشي كيما دير له كونطرا تاع عام ولا عامين وتروح 4 وتخمم له بعد تدخل بالك دير له دي كلوز ملاح في لو كونطرا تاعو، يجيه عرض خارجي شحال اللاعب كيفاش توفر له وين يبات وين في ظروف حسنه وميم طون نصائح باسكو اللاعب كيما يقول لك يتخطف يعيش شويه يشغل يذوق الشهر هذيك يتخطف شويه، يليق له ماناجير ان بون ماناجير اللي يقدر يسيره ويعاونه. شغل الاب تاعو ولا الاخ تاعو، هذا حقيقه لازم يعود عندك الاحساس هذاك تاع باش تكون فري ماناجير. اوف شويخ دانك شون في اليس يعني ريشيك توله زايت زوزامن 12 لاغي زوزامن ما unglaublich. Comme un vertige, un torrent d'émotions que sa fille aînée tente de contenir pour que Franck Ribéry trouve la force de s'adresser aux siens, ceux qui l'ont fait roi. 12 ans d'une passion fusionnelle et un cri d'amour. È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi. Troppo, troppo difficile, troppo emozione che mi passa dentro. Per voi dirò ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci. صعيبة كثير. تدخل في واحد الضيقه نفسيه لو كان ما تلقاش لونتوراج اللي معاك كما نقولوا العائله ولا الناس اللي يعرفوا فوتبال باش يفهموك الامر هذا صعيبه بزاف. دوك شغل الضو شعل وعاود طفى، شغل اللمبه هذه كانت شاعله وطفات سي بون. بعد تشوف هذوك الناس اللي كانوا يعيطوا ما كاش، تشوف هذوك الرؤساء اللي كانوا يحوسوا يلعبوا معاهم ما كاش، ويتحوس هذاك الانسان اللي كان يجي يبغي يصور معاك ماهوش كاين، اللي كان يدوموندي قاميص تاعك راح. تحس بلي اشياء بزاف ماتت قعدت وحدك. اول كي تعاود الدور الدور لمن الاسره تاعك، خاطر هذاك كان ديك المرحله تمهيديه
انا نشوفها مرحله تمهيديه. انا الوقت اللي صار لي المشكله تاع حبس الفوتبال ماشي مشكله في هاد الكارير، وصلت الزوجه تاعي وصلت المجال تاع العمل تاعي جديد. اصعب مرحله فوتها في حياتي من ناحيه التفكير تاع ليالي وليالي لما خلصت لا كارير تاعي تاع الفوت، لانه لما تكمل لا كارير تاعك تاع الفوت، احنا نعطيكم مثال، لما كنت لاعب نعرفوا الوزراء، انا لما كنت في الخروب كان تجي زياره تاع وزراء، تلاقى الوالي، الشيف الدائره، المير، تلاقى ناس، شخصيات كاين حتى اللي يسلموا على رئيس الجمهوريه. من بعد لحظه انت تكون تدخل للمير باسكو انت لاعب سابق في شباب بلوزداد، تعرف الوالي لانه لاعب سابق تاع شباب بلوزداد، لكن لما تخلص كيف راح تروح عنده؟ دونك السلطه هذه كي تروح لك، هذيك هي اللي ضرتني انا بزاف. لكن الحمد لله لا ترانزيسيون، لا بيريود ترانزيتوار تاعي هذيك ما كانتش كبيره، لانه لما كملت لا كارير تاعي وكملتها مرغم، لانه عندي ليغامون كروازي، عندي دوفيس هنايا في رجلي، درت اكزامان في المعهد العالي للرياضه بمدينه قسنطينه، وكان لي بوست 5 بوست برك على مستوى الجزائر. كان لي شرف اني والحظ اني نجحت وليت اطار تابع لوزاره الشباب والرياضه. دونك لا بيريود هذيك من لاعب وليت ديريكت اطار، ما طولتش بزاف. والله ما كانتش في الحسبان وما كنتش داير بلي نحبس كره القدم، يعني بغض النظر على يعني المستوى ولا الريتم ولا تاع البطوله، بغض النظر للمستوى تاعي انايا، يعني نشوفوا اشياء كثيره باش تحبس، يعني لازم تكون عندك تفكير ويعني امور تخليك تحبس كره القدم، بما فيها المستوى تاعك، بما فيها الحاله البدنيه، بما فيها يعني الانتوراج، اشياء كثيره. لكن انا الوقت اللي حبست فيه كره القدم ماشي برضايتي كما يقولوا، حبست لي ظروف، لانه صراحه لحقنا المستوى ما تقدرش تلعب كره قدم صراحه، يعني من ناحيه يعني التفكير تاع اللاعبين اللي معاك، ولا من ناحيه يعني التسيير، اشياء اللي خلتني يعني نعطي حد للمشوار تاعي. هذيك صعيبه على بدنيا ديجا، قبل ما تكون نفسيا بدنيا، باسكو الجوار كل يوم يونطريني، كل يوم دوش، كل يوم ريتم تاع اونطريمون، من بعد تحبس شغل فيزيولوجيا انك تنظر، ومن بعد تبدا نفسيا، خاصه صحابي بعده الاموال تنقص، شغل صعيبه بزاف هذيك البيريود، يليق انت من قبل تبدا توجد روحك نفسيا وبدنيا كيفاش راح تعيش هذيك المرحله. الحمد لله كل واحد كيفاش. انا والله غير شوف، انا توجور كما يقول لك الواحد يرجع لربي سبحانه، هذا الانسان شغل ربي راه مقسم الارزاق، شغل توكل على ربي، شغل ما ديرش بلي تبقى ماكش حتى حياتك كاع مجهور. مرحله بعد الاعتزال هي المرحله الصعيبه على اللاعب باش يسيرها، لانه ديجا قبل الاعتزال اللاعب عنده في بعض الاحيان جينيرالمون سي ديوري تري كورت لا كارير تاع ان جوار، سي 10 ans maximum 12 ans يعني يكون في لو سومي تاعو، ومن بعد تو دان كو il se retrouve في لا سورتي، و سي تون ديجا سور لو بلان بسيكولوجيك صعيبه بزاف باش تجيريها. ضرب لي انا لحد الان ملي حبست المشوار ذكرت مازال ما عرضنيش واحد يجي بالي، علاش ما على باليش؟ مالك الناس يشوفوا ناس بالمراتب ولا بالمستويات ولا بقيمتهم الماديه ولا حاجه، احنا كنا دائما تحت التصرف كما يقول الانسان الزوالي. انا نقولها ونعاودها، تربيت كي زوالي وكبرت زوالي وبنت زوالي ان شاء الله، وانا فقير كما قلت لكم من حي بسيط في غليزان اللي هو قرابه. الحمد لله نفتخر انني غليزاني، نفتخر انني عشت رياضه كما يقول لك، ما دخلتش مجال الحرام، ما دخلتش مجال تاع الكولاسه والامور هذوك، اللي كتبناه مع رب العالمين وطهنا رب العالمين قبلنا به والحمد لله. ياك تشوف اسره تاعك يدور قدامك، يمشي ولادك وزوجه كاينه وانت بصحتك والحمد لله، الدنيا ما فيها. بارك الله فيك. وش بعض الاحيان مام العائله تاعو ما يلقاهاش، على بالك باللي المومون صعيب، لانه علاش كيما قلت انتيا تكون سولي فو دو لا رومب، تكون تحت الاضواء، ومن بعد ما بين عشيه وضحاها تلقى روحك اولا الهاتف تاعك ما يرنش، تلقى الناس ما تسالش عليك، تلقى الناس ما
ما تجيش يعني كما يقولوا حنايا تعرضك ودير لك عرضه ودير لك تعرضك تجوز معها فاكونس ولا تعرضك تروح تتعشى معها. يعني هاد الامور هي شبيهه للانسان لما يكون مسؤول في منصب معين، لما يقال من المنصب هذاك ويروح للمنزل التليفون تاعو يحبس. كاين هذا هو لو سيندروم تاع الهاتف لما ما يرنش، هذا هو المشكل. وبالتالي اللاعب ما لازمش يقعد في كيما يقولوا حنايا فوق سحاب، لانه على باله باللي صح سي فري اللي طون تران دو فير لي بوجور تاع لي كلوب تاع لي سوبورتور الناس كاع راهي معاه، لكن لازم يدير في باله باللي لي جون سون انغرا. مهما كان الانسان في الاخير حيعاود يولي لطبيعته، يعني مهما تكون اسمك هنا في كل مجالات ماش في كره قدم، يعني مهما كنت تعاود تولي لطبيعتك. الانسان يكون يعني من طبعه يكون الخصال ولا الاشياء اللي تربى عليها يقعد عليها، يعني هذه الاشياء مفهومة. لكن هو يتكلم على كره القدم، يعني المكان اللي تكون فيها بعد ما تكمل كره القدم ما راح تكون هي يعني راح يعني تكون في شيء اخر. هذه كاينه منها بصح كيما انا باريزوم نحكي على روحي، انا باريزوم انا كي لعبت في الجي ما عندي صاحبي، عندي غير صاحبي واحد سموه نزيه، وفي الصيف ما عندي حتى واحد، وين لعبت ما نعرف حتى واحد، نعرف نروح للدار ونولي. عندي صحابي في وهران اللي ذكرتهم لك، وعلى كاين جوار كيروح لباريكزوم راح يلعب في المولوديه ولا في ليزما ولا في جياسكا ولا في فرق كبيره ولا بدل بلاد راح لبلاد واحده اخرى، شغل يدير صحاب ويدخل في الصوالح ماشي ملاح ويدوه بالك يسهر وربما ويدوه الاخر. سي بور سا تلقاه يكمل دراهمه، ثم هذا ما كانش يخمم في لاكارير تاعه ابري لاكارير تاعه. سي بور سا واحد يخير صحابه، ما نقولوش نقصوا ولا زادوا، يعني اللي كنت اقرب اليه مازالوا معايا، يعني حتى مازلنا نلعبوا كره القدم كيف مازلنا نتلاقوا كل اسبوع مره في الاسبوع نلعبوا كره قدم. مازلنا لحد الان عندي اربعه او خمس لاعبين يعني اللي مازلنا الان نشوفوا نتلاقوا ونقعدوا ان شاء الله يكتبنا ربي حتى نولوا كما يقولوا شيوخه، لانه هذه الاشياء ماشي يعني جات من عند ربي سبحانه. لعبنا كيف قعدنا كيف وما زلنا كيف ونقعدوا كيف ما حاجه ما تبدلنا. لهذا ان شاء الله ربي يكمل هذا العشره ان شاء الله. السلام عليكم، عندنا في وهران ثاني فيرما تاعي، مرحبا بكم مره اخرى. انا من صغري مسكين شيباني الله يرحمه، شغل مسكين كان عايش في فرنسا، كنت عايش انا وما خوتي، ثم من صغري انا وخويا ثم درامي نقضبوهم نعطوهم لما، وشغل هذيك الطبيعه هذيك راحت فينا، ثم كان كنا سوليدا ما بيناتنا احنا خوت ولا اخواتاتي ولا اخر، ثم من هذيك بالك وربما كنت ثم وليت نعرف وين نحط دراهمي وين الاخر. بعد الحمد لله ربي كيف تاع عليا، ثاني نشكر خويا كبير بزاف مختار اللي ساعدني بزاف لي باريكزوم هكا كي نبغي نشري حاجه نشاوره يشاورني الى يومنا هذا، شغل درامي وما دراهمه. كان معايا في البدايه لعب معايا في البدايه، وهذا كان في عمره 13 سنه الله اعلم ولا 20 سنه، كان يجي هو الاخ تاعو المختار اللي هو كان مشرف على الاعمال تاعو، هو كان المانجر تاعو الاخ تاعو المختار اللي نحييه بهذه المناسبه. نقدر نقول باللي النجاح تاعو شغل اخذ العبره من عند الناس. وهران مدينه وهران كبيره فيها لاعبين كبار لعبوا كره القدم، الان لا حول ولا قوه كما يقولك. هذا محمد هذا هو اللي قاعد بكل شيء هنا. ودي الله هكا محمد. يلا يا الحمد لله ربي عطاني العقل باريكزوم. انا كي جيت لمسيو بعد السكنة تاع عمو بعد لوطوتي سلفت درام باش ليبراسيون، ثم وليت ازيرو الحمد لله. زيرت روحي درت عامين شابين كي رحت سنيت في سطيف، نشكر وفاق سطيف اللي فتحت لي الابواب تالق، وثاني ماد خاصة ثاني ماديا ثاني تهلاو فيا والاخر لابريف وسعت على دارنا كي قدرت دراهم، ثم عاوتاني الحمد لله سكنة ما كبيرة شريت سكنة ليا اتزوج، ثم درام لي كنت نقضبهم ما كنتش انا فرح بهم. كنت باغ اكزومبل تروازيام اني تاع سطيف شريت لو تيران
بعد رحت لليزما بديت نبني، عرفت 4 سنين غير غير نبني، ومن بعد كي كملت ثم كي جات سيربي قلت صايد دروك باش نريح، عاوتاني دراهم سيربي ثاني رحت عمرت ريزيدو ودروك الحمد لله يا ربي. انا نبغي نعيش هذه المعيشه فهمني، شغل انا نوض الصباح البروغرام تاعي نوض الصباح ندي ولادي يقراو من بعد نجي من بعد نروح لونترينمون، مور لونترينمون كي نجي نفطر ندير لاسياز يجي ولادي نلعب معاهم شويه ولا غير كي نكمل نجي هنا الفيرما اللي نلقى راحتي نلقى صحابي نلعبوا شويه دومينو شويه كارطا نقابل صوالحي نشوف ايوا هذه هي حياتي. فاهم بوعزة، فاهم بوعزة يعني نورمالمون مثال يقتدى به، لانه اولا هو ماشي لعاب اللي يعني عنده مستوى جامعي كبير، ماشي لعاب اللي ظروف اجتماعيه تاعو كانت مليحه ملي كان صغير، يعني انسان تخلق من العدم، لكن الله يبارك لما نشوفوه. انا نظن نقول للاعبين تاع دوكا روحوا ضربوا طلع على فاهم بوعزة، ماشي اوبليجي ديروا كيما فاهم بوعزة، كاين بلوزيور كرينو، كل واحد وين 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 يشوف روحه، كاين بلوزيور كرينو، ما كانش برك التجاره، ما كانش كاين ماركتينغ، كاين تسويق رياضي، كاين تدريب. صح صح بوعزة، فاهم بوعزة اللي نحيوه بالمناسبه، شغل تقريبا من انا من احسن اللاعبين اللي لعبت معهم، لاعب في كل شيء، انسان مام كي جينا احنا جدد شباب الوزداد عرف كيفاش يدخلنا في المجموعه، دخلنا في الجروب، كان عنده الكاريزما تاع القائد ولاعب مثالي على كل حال، وكنا نشوفوا باللي تحس باللي فاهم بوعزة باللي راه يمشي في الطريق صحيحه، تحس تشوف اللاعبين كل واحد والكارير تاعو تحس باللي فاهم بوعزة. مام احنا كي جينا جدد انا وحاميه وذاك الفريق الشباب الوزداد، جانا كان بوحفص هذاك الوقت بريزيدون كان يقول له القطري، جانا بوعزة قالنا واو جا القطري سي بون سوفينا. كانت بالوزداد كان في ازمه، ولكن بوعزة كان يعرف يسير، تحسوا باللي انسان ومام النصائح تاعو وكل شيء، وهلا برافك تشوفوا باللي باقي في الطريق. هذا هو بوعزة فاهم. يقول لي الناس بك يقول لك شكون صاحبك، نقول لك شكون انت. الحمد لله عندي صحابي ناس ملاع اسباط مزاري يوسف ولد اختي هواري عمي عز الدين قادر اللي يخدم هنايا ونشكرهم بزاف بزاف. والله شوف اولا كي تكلمت لي على بوعزة هو كان زميل تاعي في المنتخب الوطني اللي كادي ولي جونيور اسبوار. بوعزة من بين اللاعبين اللي عنده تفكير محترف في الجهه هذه، لانه علاه؟ لانه لونتوراج هذاك اللي رانا فيه جامي لقينا ناس يكونسيونا، ما لقيناش اللي يعطيك الراي اللي يقول لك ها وين تروح ها وين تروح. سي بور سا البيئه تاع العائله هذيك وتاع الصحاب كانت مؤثره، لانه انا مثلا دائما لما كنت في ميدان كره القدم كانوا معنا لاعبين يشريوا مثلا دي مونتر ساعه ب 35 مليون ب 40 مليون، يشريوا سيارات بمليار ب 800 مليون، تلقاهم المام اللبسه بعد كي يلبس لباس تاع 30 مليون 40 مليون. هذاك انا كنت نشوف نلاحظ الاشياء هذو، كنت نقول باللي لما تنتهي لا كارير تاعنا مستحيل راح نبقاو نديو نفس الاجر تاع هذيك، وحنا نعرفوا باللي الانسان بطبعه هذه هي دائما يحاول يحافظ على المستوى تاعو وعلى السلطه تاعو، دونك راح تكون دي ديبرسيون للاعبين هذوك كيفاه كان عايش وكيفاه يكون، لانه حنا نعرفوا لي سالير مش راح تكون بالصالير، لانه حنا كان نذكره دائما بالخير الشيخ كمال موسى كان يقول لنا راكم عندكم اسماء الناس يعرفوكم احسن من الناس متخرجين عليكم، بصح انت لاعب تاع كره قدم الجزائر كل تعرفك، وان كان انه طبيب مثلا عنده 15 سنه في دراسه والله وزير قادر الناس ما يعرفوش، بصح انت يعرفوك، بصح كي لما تنتهي الكارير تاعك هل يبقاو الناس يعرفوك؟ في اتحاد العاصمه لما كنت نجي بالسياره تاع بيكانتو ايا كنت نقاري في باركينغ، ربما كاين بعض الانصار ولا بالك بعض اللعيبه يقعدوا هكا يتشروا والاخر، بس انا الحمد لله انا لا غالب انا كنت في التاويل تاعي دروك الحمد لله واحد راه الاز ثم الحمد لله يا ربي، انا نبغي الوطو شابه ونبغي كل شيء شباب ان شاء الله في هذاك المومور لا غالب كنت نبني ولي يبني هو يحس بيا اللي كان يبني. هذا المثال اللي عطاه لك يعني مثال واضح، مثال صح هذه الاشياء كانت تصرى، ولكن الانسان لما يستقنع ولا يعني يحمد ربي على واش عطاه له في هذاك الوقت يعني عمره ما راح يعني يخليها ربي، دائما من يعني دائما كما نقولوا احنا ربي يعطي له ما اكثر،
وهذه الاشياء شفناها في فهم. قلت انت عطيت مثال قلت السياره تاعو كانت يعني عاديه ولا هو كان مستقنع بهذيك الاشياء، ولكن الان كي يحب يشري حاجه يشريها هو كيما يحب يعني. يعني بس تشوف يعني بمنحنى تصاعدي يعني ماشي عكس لاعبين اخرين كانت عندهم والان ما عندهم والو. هذه الاشياء يعني ما تصيبها في 80% تاع اللاعبين ولا صح صح. مام حنا هو شغل عنده ذاك روح الدعابه ويحب يقصر بوعزه. مام كي كان معنا تحسوا باللي ماك شغل ما مش عاطي بزاف قيمه شغل الشيك، انسان عادي متواضع على باله ورا ورايا. تحسوا باللي هما من في الفيسير يلوحانا ذاك انا على بالي واش راني ندير. هذا هو صح كان على باله واش راه يدير. ها لا بروف الحمد لله ربي يوفقكم، نتمنوا له كل خير ان شاء الله. ربي ان شاء الله يوفقه في مهام تاعو العقاري هذا، ومام هو عنده مجال فلاحه وهو مدرب في الكرمه فريق الكرمه. وشغل العام السنه الماضيه خسر الصعود تاعو مع مدير سعيد. شوف باش يساني يتكافى ما بين الرياضه ما بين الفلاحه وما بين ما بين العقار. هذه حاجه شغل قليل 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 حاجه انسان يشوفه كيما هكذا. فلا ناسيونال 2 هكذا ولا فلا ناسيونال 1 سبونسور خي سبونسور نتفاهموا معاه في لاسون لاسون والديري درتو الديري تاع 3 سنين. نو بصح حتى كي نيغوسيت قال تعطيني 5 بار بعد 3 سنين تخسر انه كنت قادر تجيب احسن. والله شكرا انكم منحتوني الفرصه هذه اني نعرف بروحي بوكو بلوس الجانب الاخر تاع لاعب تاع لاعب باينه، لكن بعد كره القدم الناس الجانب الاخر تاع جابر نعمول اللي ما يعرفوش هو اني انسان جامعي عندي سنه رابعه علوم اقتصاديه اختصاص تسيير مؤسسات، متخرج من المعهد العالي للرياضه بمدينه قسنطينه، إطار تابع لوزارة الشباب والرياضة مكلف بالمتابعة البيداغوجية والرياضية على مستوى ديوان أم البواقي، نملك درجة ثالثة تدريب اختصاص كرة القدم وهي أعلى درجة تدريبية تابعة للوزارة، أملك شهادة تدريب من معهد غوث الألماني بالشراكة مع أفسي كولن الألماني اختصاص كرة القدم، أملك شهادة تدريس من المعهد يوروبيان بيزنس أكاديمي في المعهد الإنجليزي، أملك شهادة لغة إنجليزية من سكول أوف بورموث في إنجلترا اللي هي 120 كيلومتر على لندن بورموث. دونك هذه الشهادات اللي أملكها، ومدير رياضي أيضا في أكاديمية سكاي سبور. والناس اللي تعرفني بها هي أني الآن أصبحت محلل في التلفزيون العمومي اختصاص كرة القدم أيضا. نعمون في الجينيراسيون تاعو يعني كانوا لاعبين عديدين اللي كيما يقولوا ما يبانش معاهم، كانوا لاعبين يتقاضوا اموال كبيره مقارنه له، لكنه نجح لانه عنده شخصيه وعنده الراي. والله شوف انا ديفوا عندك موهبه، ديفوا عندك موهبه ما ديتيكتيهاش انت، ديفوا ديتيكتيوها الناس هكذا. انا يحكيوا لي ناس كي نتلاقاهم برا في الغرب في الشرق في الوسط في الصحراء تلاقاهم يقولوا لي ولينا نتبعوا الفوتبول كي وليت تفهم فينا في التلفزيون، سواء في لي شان بريفي ولما وليت في التلفزيون العمومي يقولوا لي عندك طريقه تاع ايصال المعلومه. وانا هذه الايصال المعلومه والطريقه جات من الوالده تاعي لانها استاذه تاع انجليزيه، عندها كانت تعتبر من احسن الاساتذه في وقتها لانه كانت تقري في باتنا وفي مدينه شلغوم العيد، كانت من بين الاساتذه الممتازين لانها عندها طريقه كيفاه توصل. انا ربما هذه الطريقه تاعي تاع نوصل نحاول نبسط للجمهور الرياضي باه نقيس الفئات تاع الجمهور الرياضي، يكون نقيس الطبيب والمحامي والخضار والجزار، حبيت نقيسهم كامل بالطريقه تاعي. دونك كي تجيك اوكازيون الناس اللي شافوني قال لك تقدر توصل المعلومه وعندي لي ديبلوم في التسيير الرياضي وفي العمل تاعي لاني راني مكلف بالمتابعه البيداغوجيه والرياضيه للتسيير الرياضي في على مستوى الديوان، دونك عندي التجربه العمليه وعندي لي ديبلوم الاكاديميه وكنت لاعب، الناس خيروني اني نكون فورماتور في المعهد الانجليزي. وانا اغلب الانفستيسمون اللي درته على روحي كنت نروح لانجلترا، فراني في الدومين بعد تاع التسيير الرياضي والتدريب. يوروبيان بيزنس اكاديمي هذا راهم يقولوا باللي الدواتيتر كورت تكون قصيره. علاه؟ نفس الشيء اللي كنت نقول لك فيه، علاه تكون قصيره؟ اولا في لي كلوب اماتور على بالكم باللي الموسم الرياضي يكون من سبتمبر لجوان،
يضرب يجي فيه 2 بصح الموسم الثاني فيه عام واحد من جونفي لجونفي. والله شوف المعهد هذا الانجليزي اللي رانا فيه دوكا يوروبيان بيزنس اكاديمي هذا راه كل يوم لحقتو على 2 جوار 3 جوار هكذا لا فورماسيون اللي راح تكون رانا دوكا في الانسكريبسيون رانا عندنا بليزيور جوار ثاني واللي وراها ثاني عندنا بليزيور جوار دونك اللاعبين دوكا الان وصل للعهد راني من الحصه تاعكم راح نوصل حاجه باللي المسيرين تاع كره القدم في الجزائر واصحاب الشركات اللي اصبحت مموله وراعيه للفرق فهمت باللي لاعب سابق وفقط ما تكفيش. سبور مانجمنت هذه شغل هذا ان ديبلوم من لانجلتير هو ديبلوم ما شاء الله شغل ميثود كيفاش ماشي غير باش تولي ماناجير تاع اللاعبين فقط هو تسير هو شغل كفاءه تخرج كفاءه من الكفاءات اللي تقدر تسير الكره الجزائريه ولا في اي نيمبورت كال دومين في الرياضه خاصه الرياضه شغل لي ريسك اللي يجي وقت كيفاش تتفاداهم الاساليب تاع التنظيم ولا لورغانيزاسيون البلانيفيكاسيون لي كونترول كيفاش تكونترولي زعما شركه رياضيه ولا هذا الدبلوم تري امبورطون في الوقت الحالي باسكو باش تقول انا لاعب سابق فقط ما تكفيش جوستومو هاد لا جينيراسيون تاع لي جوار كيما يقولوا حفظه الدرس سي بور سا شغل راهم حابين يعاودوا يفون كيما يقولوا سيرو سيزير ويعاودوا ريكتيفيو لو تير اون كلكو سورت وبالتالي علاش نعاودوا نوجهوا كلام لهاد لي جون اللي راهم دوكا لي جون صغار لانه هاد لي جون وقتاش يحسوا لها لون تيرم يحسوا لها 10 سنين 15 سنه باش يفيق باللي الى بري لو بون شوا ولا لو موفي شوا. نحيو زين الدين مكاوي الزرقاء شغل هو باسكو الزرقاء عندي بزاف انا باش هزتيلو هو حاب تحس كي يقعد جوار حاب حاجه مليحه ديجا شغل حاب باسكو ما تبقاش تقول انا جوار ولا شغل حاب نحكم بوست وانت مازال ما مليح تتعلم يعني ديجا هذو الباجاج اللي ديناه في هذا في الستاج هذا تري امبورطون يعاونك بزاف كره القدم تاع المتطوره اللاعبين اللي شفتوهم هنايا اليوم معنا راهم عرفوا باللي يجي نهار ويجي وقت اللاعب المثقف اللي عنده ديبلوم ما تبقاش وقت اللاعب فقط. الحمد لله كما يقولك هذه الدنيا كما يقولك ماشي غير نكونوا طباء ماشي غير نكونوا مدربين ماشي تقدر تكون لاعب كره قدم ما كتبكش ربي باش تكون مدرب هذا كل شيء بالمكتوب وكما جاب النعمو كما يقولك اللي كان ديك المرحله اللي كنا فيها احنا هذو من مواليد 86 حتى 80 79 نقدر نقول لك باللي نجحوا تربويا تبو انسان محترم تبو انسان عاش مرحله كما يقول لك اللي تربى فيها تكون فيها مع اللاعبين التكوين ده خبره كبيره. المشروع تاعي بعد الاعتزال كما فكرت تكون الوجهه تاعي اسطنبول تركيا وانا الان مقيم في تركيا مع الاولاد تاعي وهذا ما يضرش باللي انني بحال في تركيا ما نرجعش راني نجي لبلادي نطلع بحكم عندي شويه عمل هنا في الجزائر و نقدر نقول اني متوازي ما بين شغل الكفاءه تاعي راني محتاج لك ما بين الاولاد تاعي والعمل تاعي ثم تمكنت باش نعمر الفريق تاعي الرياضي هذاك بهذا العمل الحمد لله يا ربي. وكما يقول لك الانسان الحاجه اللي يربحها في حياته انه مازال يمشي الناس يشوفوه يعرفوه هذه كما يقول لك ماكش في سياره تمشي فيها ضخمه ولا حاجه فخمه ولا حاجه ولكن تمشي مع الناس وتشوفهم هذاك هو الحاجه اللي الانسان يربحها في حياته بزاف. هذا السؤال هذا حساس كثير يعني احنا لاعبين سابقين ما نقولش لاعبين قدماء نقولوا لاعبين كلاعبين سابقين يعني بعد نهايه المسيره الكرويه يعني المود دو في اللي كنا عايشينه من قبل والان مختلف وباش يعني تتاقلم وتوالف خاصه احنا يعني نتكلم على نفسي انا صراحه بعدها جات كورونا يعني كان وقت شويه يعني الازمه شويه كانت شويه يعني كثير وانا منهم تاثرنا كثير بهذه الفتره هذه يعني كي نقولوا ما خممناش بعد الاعتزال واش ندير واش ما ندير احنا نكذب عليك لاعب كره قدم يعني ملي ينشا هو يخمم على كره القدم ما يخممش على تجاره ولا يخمم هي الامور
يعني كما يقولوا دي شوز سيكوندير اللي يخليهم هو الناس واحد اخرين سواء يعني خاوتك او اصدقاء هم يتكفلوا بهم. كما نقولوا احنا في اوروبا مثلا يستعملوا لي ماناجر هما يسيروا لهم اموراتهم. احنا في الجزائر ما عندناش هنا الثقافه هذه. يعني انت اذا ما كنتش واقف على شيك ما راح تشوف والو, يعني ما راح تدير حتى حاجه. انا قلت لك تقعد في المجال تاعك ولكن تخمم تستثمر في اشياء اللي بعد الاعتزال راح تصيبها. وهذه ماهيش كاين كامل اللاعبين, كاين اللي كل واحد الظروف تاعو العائليه, كل واحد كيفاش انشا وكل واحد كيفاش تربى. الامر هذا تاع التفكير في المستقبل تاعي ما بعد الرياضه, ونقدر نكون سبب الطرف الاول اللي كان فيه هو زوجتي. لان زوجتي كانت متكونه في هذه الامور, كانت عندها كم من شهادات, اللي كان اقتراح تاعها باش نكون معها في المجال العقاري, خاصة المجال العقاري في الجزائر. وبعدين المجال الاستشاري, مكتب استشارات, قبلت الاقتراح تاعها وكشوف ما تفضلش. انا قلت فرصة ما دام اني كملت الرياضة تاعي, وفرصة باش نكون مع زوجتي. خش لها سنين, نقدر نقولوا انسان كيتزوج يكون بعد العائلة تاعو. هذاك الدفء تاع الأسرة ما كانش عندي, كشغل كل مرة في بلاد, كل يوم في بلاد, كل يوم تنقلات, كل يوم. قلت فرصة نخدم مع زوجتي ومطون نعمر هذاك الفراغ اللي كان عندي, اللي كنت مخليه لولادي مخليه زوجتي. والحمد لله يا ربي, حتى أنا كما تكونت معها وتكونت دنا معها, درت معها تربصات في مدينة سطيف, ودخلنا هذا المجال تسيير شركات, أمور كان محاسبة, أمور هذا شوية شوية. والله صراحة أنا بعد الاعتزال حوالي 3 سنوات ابتعدت عن كرة القدم, سواء الميادين أو يعني نتبع كرة القدم, نتبع الفرق اللي لعبت فيها, يعني نشوف, ولكن بدون مزاولة وبدون يعني. بعدها في 2019 يعني كان لي تجربة مع الشيخ لاروم الله يذكره على خير, وين عملت معه في أكاديمية تاعو يعني, وتم عاود يعني حييت الشعور تاعي وحبيت نولي للميادين, خاصة أنه تعمل مع أطفال اللي يعطوك هذاك اللونفي تاع الخدمة وتاع يعني العشق, حتى تولي تتفكر لما كنت في مكانهم صغير تعمل وهذاك الشيء وتعمل بجد وتجي صباح وتخدم معاهم وفرحان يعني هذيك أمور عاود رجع لي هذاك الشغف اللي من 2019 ونحيوه بالمناسبة. يعني عاود وليت مع كذلك الدراسة اللي كنا نقوم بها ويعني الشهادات اللي كنا ندرسوها باش ننالوها مؤخرا, وين الحمد لله يعني نلنا شهادات. هذه الاشياء تسمى عادت رجعتنا للميادين وخلتنا ماذا بينا, يعني احنا كيفاش يقولونا انتم رجال الميدان, يعني ما تخلوش المكان لواحد اخرين. احنا عندنا فيكي, عندنا كما نقول سنوات خبره لعبناها سواء محليا او افريقيا او حتى عالميا, لما شاركنا في كاس العالم للانديه مع وفاق سطيف. يعني تكتسب خبره ولو بقليل, يعني اشياء تمر عليك يعني تكتسبها, يعني ما تكونش دايرها في الحسبان, ولكن لما تعيشها راح تكتسبها وتعرف قيمتها اكثر. لهذا يعني الاشياء هذه كلها تدخل في التجربه. Je vous cite un exemple, les années 2000, quand la prime signature 800 millions, c'est vrai, 800 millions, il s'en est adra. 800 millions, il dit في بعض الأحيان il dit فيها 400 ولا il dit 300 مليون. لكن هذيك 400 300 نعرف اللاعبين هنايا انفيستاو في الموبيلي, كاين انفيستاو في السيارات, يعني ما شاء الله راهم يعني نقول لك لو كان تجي تحسب لهم واش راهم يدوا اللاعبين دوكا شحال راهم يتقاضوا ما يلحقوهمش, ولكن قدروا وين بناوا منازل الاهل تاعهم الوالدين تاعهم, بعتوهم للحج, داروا الاخوه تاعهم داروا لهم ديزاكتيفيتي كوميرسيال, ولحد الان راهم يعني عايشين حياه كما يقولوا كريمه, حياه سو لو بلون فينونسيي كريمه. كاين لاعبين واحد اخرين مثلا واحد خلصت عليه اجون سيكوريتي, واحد ما لقاش ميم با عامل باش يتقوت به ويقوت به اهله. يعني هاد والله العظيم غير تحزن, لانه انا شخصيا نعرف هاد اللاعبين كانوا لاعبين كبار, كانوا لما يدخل للملعب كل
كل ملعب سواء الجمهور تاع الفريق تاعه ولا الجمهور المنافس كان يهتف بالاسم تاع هاد اللاعبين. لما تشوف حالتهم الان والله العظيم غير يشفيو. صح صح، الامثله هما التقريب اللي يعطوك الحافز باش توجد روحك، فاهم؟ هي اللي يقل واحد يوجد روحه قبل ما تشوف الامثله، باسكو الامثله كثيره. هذه الامثله كثيره، ما تشوف لاعبين معاك جست موايا ولكن اسيره ولا سيتياسيون تاعهم وما شاء الله عايشين، وكان دي جوار كانوا ياخذوا فيها مبالغ ما شاء الله وفي لافان تحس باللي ما كان والو. هذه الامثله صح تحسك وتوجدك باش تعرف هذه المرحله باللي جايه ومرحله صعيبه ماشي سهله. حنا باش كنا نتكلموا بالكلام ولكن كي تلحق المرحله تاع الصح تعود الاموال تحس باللي صعيبه سي ديفيسيل باش تفوتها. كاين باريس مد لهم واحد لي زيكزومبل، واحد الزوار نعرفهم ما كانش يشوفوا بزاف صالير بصح كي كملوا كارير صوت ترقى عندهم داروا تاويل، وواحدين كانوا يتوشوا كي كملوا ما راه عندهم والو، قالوا تقدر بشويه تاع دراهم تقدر تشري سكنه تكريها تقدر. كما نعرفوا احنا الان اللاعبين اللي نعرفوا معنا كون بدون ذكر الاسماء تاعهم راهم الان راهم في مجال البنايات، راهم هما مستثمرين راهم يبنوا في الجزائر وراهم الحمد لله يا ربي كي نشوفوا الامثله كيما فهموا بلي هاد الناس راهم خدموا وفهموا وعرفوا بلي كاين ناس المستقبل تاعهم ضاعوا، لان المال هذا ماشي غادي يقعد ديما. يقدر الانسان كيما يقول لك من حاجه والو يقدر يدير مال كبير. وكاين ناس كانوا بدراهم كبار وفي النهايه تاعهم كانت مؤسفه مؤسفه جدا بدون ذكر الاسماء. والله الحمد لله يا ربي الانسان يحمد ربي اللي اخذ العبره كيما من هذا الشيء. والحمد لله احنا نقول لك انسان الكثف والعفف. وبالتالي انا ربما نوجه نداء لهاد لي جان هادو ما تاع دوكا راهم في ليتساع راهم الله يبارك بسيتو مع لي ريزو سوسيو عباك يعني مام لي ريزو سوسيو وسائل الاعلام يعني تزيد ترقد هاد اللاعبين تزيد شغل كيما نقولوا حنايا راهي شغل سي تون دروغ ليهم باسكو في بعض الاحيان ما ينبهوهمش ويقعدوا دائما في هذاك الفيرتوال يقعدوا في هذيك رانا الفوق الفوق الفوق. انا هاد اللاعبين يفو بونسي سيريوزمون كيفاش تكون حياتك ما بعد الاعتزال، كيفاش خاصه الاموال تاعك كيفاش تستثمرها. الحمد لله يا ربي، وهذه نصيحه للشباب واللاعبين تاعنا سيرتو دروك راهم يتقاضوا اموال مليحه والاخر سما دوك الدراهم اللي يعرفوا وين يحطوهم ويستثمروا في سكاني ولا في حوانيت ولا في اراضي ولا باش غدوه كي يكملوا ما يندموش. والله هذا هو اللب تاع الموضوع، لانه اللاعب لازم يكون عنده النظره الاستشرافيه تاع بعيد وش راهو يستنى فيه، لانه لما تكون لاعب كل شيء موفر. انا نعطيك مثال، لما كنت لاعب في سن 18 سنه املك سياره خاصه بي شريتها باموالي الخاصه، وطالب جامعي في جامعه دالي ابراهيم، ولاعب في شباب بالوزداد، كل الظروف موفره للشاب في عمره 18 سنه. دونك الى ما رحتش في الطريق هذيك راك عندك راك ولد اصل وولد فاميليا، لانه اشياء تحكمك، يحكمك الدين تاعك، يحكمك والديك، يحكمك شكون اللي رباك، البيئه اللي راك فيها. دونك الاشياء اللي عطيتها لك انايا طالب جامعي املك سياره خاصه الشهره لاعب في شباب بلوزداد ولا جوناس صعيبه، فما بالك انسان ماهوش مثقف، لانه اغلب اللاعبين المستوى الثقافي تاعهم ما يسمح لهمش انهم يفكروا في الاخطاء تاعهم واش راهو يستنى فيهم. المحيط هذا كان نلخصه في كلمه، ان المحيط تاعك اذا كان عندك انتوراج مليح تقدر تنجح تقدر تخدم تقدر تكون عندك حاجه ايجابيه في المجتمع تاعك، واذا ما عندكش محيط مليح ما تقدر دير والو. انا نشوفه كيما كاين بوعزه كاين ناس اخرين يضيعوا فلوس ضيعوا دراهم ضيعوا منا ونساو نفوسهم حتى الاونه الاخيره كي جاي في طنسا بروحو لوطار. وانا هذه كيما نقول لك اللي ننصح بها كاع اللاعبين دوكا راه في الوقت هذا جا وقت تاعهم هما. اللي حنا نقول لك عمري ما حسد جوال عمري ما حسد الوقت فات الحمد لله فوتناه. كاين دوكا كيما نقول لك يختلف السقف تاع الاجور تاع اللاعبين راه يختلف. حنا كنا دو ترونش تدين ترونش من بعد ترونش يكسو على اربعه ولا خمسه تولي اهداف. الان راهي كل في المحترف هذاك الانسان ما يروح حقه. وانا كيما نصيحه للاعبين هذو يوفروا اموالهم في
الحاله الايجابيه برك هذا ما كان تاثر فيه الرساله هذه باللي توجد روحك ما بعد الاعتزال تري امبورطون شغل يدير حسابك والدراسه انا نصيحه الدراسه ما تطلقهاش مام هذو الشبان باسكو في الفئه الشبانيه لا بليبار يقول لك الفوتبول باسكو تحب ولا تكره كره القدم ميار ميتي في لو موند حاليا الناس كل حب يروحوا مام اللي جا بابات صغار اللي وليد يولي فوتبولر لا خلي ولدك يقرا معليش الرياضه مليحه باسكو الرياضه والدراسه ملاح ومام طون خليه يلحق المرحله اللي يخير هو الاول نشكركم انتوما خوتي اللي جيتوا عندي وثانيا رساله نوجهها للاعبين ولا جميع الرياضيين اللي نقول لهم اللي كيخدموا اللي قدرهمكم ما يروحوش اكو في ادروات اللي تعرفوا وين تحطوهم وثالثا نشكر مهمتي خوتي زوجتي ولادي نسابي خاصه اصدقائي شوف لما بديت انا كره قدم كنت مع العائله الكبيره تاعي يعني كنت مانيش ما كنتش متزوج ويعني العائله تاعي سواء الاب والام يعني سوفناو معايا يعني كغير اللاعبين ماشي غير انا يعني دائما تسيب الاب والام هما دائما يعني يعطوك هذاك الدافع يعطوك هذاك كما يقولوا باش تكون دائما في القمه نشكرهم هذه المناسبه ونحييهم ونقول لهم مهما واش نمد لهم يعني ما نقدرش نرجع لهم واش عطاوني المرحله الثانيه هي مرحله بعد الزواج يعني وين درت عائله والحمد لله ربي عطاني واش حبيت انا وكذلك العائله الصغيره تاعي يعني الزوجه والاولاد يعني حتى هما سفروا كثير لاني قلت لك انا من حسن حظي ولا سوء حظي اني الفريق اللي نلعب فيها تشارك في كاس رابطه يعني رحت لافريقيا اكثر من الجزائر يعني كل عام عندي سفريات لافريقيا وتعرفت تخلي الزوجه والاولاد يعني مش ما نقولوش يوم ولا يومين وانما 10 ايام 12 يوم يعني حتى تلحق دي فوق 20 يوم لما رحنا لعبنا كاس العالم الانديه لقدنا 20 يوم يعني بيريود كبار وهما يعني والحمد لله صبروا معنا ونشكرهم يعني وقد ما نديروا لهم ما نوفي واش كيما يقولوا انا والله غير شوف انا ماشي على ربي واش كتب لنا ربي انا ربي فتح عليا ودرت كارير ما شاء الله ماهيش كبيره ولكن فرحان بها الحمد لله راضي بها ونتمنى اي انسان ينجح فاهم نتمنى الخير نجاح كل الناس بزاف دوك نتمنى الخير نجاح تلقى ما خير ما تعرف في هذه حياه فاهم تتمشى علم اعلام ليسونسييل وين توكل ربي ولا وين يفتح ربي باب رزق رانا فيها ان شاء الله كلمه الاخيره تاعي اللي كيما نقول لك نطلب كيما نشكر كاع الفرق اللي جزت عليهم من الفرق الصغيره حتى الفرق الكبيره وشكر تاعي الخاص يكون للزوجة تاعي والأسرة تاعي الشكر الخاص يكون كثير 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 للإنسان اللي اكتشفني في الرياضة اللي هو الحاج كايا غريزان الإنسان كي تفكر أمور يتوحشهم يخشوا لها باسكو فقدهم خاش كاين ماشي شوف كاين إنسان يموت إنسان مات بصح كاين أمور تحيا وتموت في نفس الإنسان شغل كاين هذاك الشعور يجي ويروح الحمد لله اللي راه عايش معنا هذاك الشعور حنا ان شاء الله هذه الحصه ولا هذا العدد يكون ينقيد لهاد لي جون باللي كاين دي شوز نقدروا نديروهم كاين دي شوز خارج كره القدم نقدروا نديروها يعني كاين بزاف لاعبين يقول لك باللي انا ما نعرف ندير والو انا نعرف نلعب بالون برك صح تعرف تلعب بالون مي مادام تعرف تلعب بالون تقدر تعرف دير حاجه واحده اخرى وبالتالي حاجه مليحه انه يعني نوروا الحاجه الايجابيه وندقوا ناقص الخطر ان صح القول لانها ولات افه لانه كاين بزاف لاعبين اللي ما نجحوش كاين بزاف لاعبين اللي خسروا عائله تاعهم كاين اللي خسروا المحيط تاعهم من جراء كما يقولوا سوء تسيير لا كارير تاعهم وبالتالي ان شاء الله هاد لي كا ما يكونوش وبليوطار ان شاء الله نسمعوا غير لي كا بوزيتيف ونسمعوا ان شاء الله غير الناس اللي تنجح نصيحه لهم خموا الفيتور لانه ما تبقاش نفس الاوضاع والناس اللي كانوا يعهدروا معاكم ويحترموكم ما نقولوش احترام اللي كانوا يعطيكم بريوريتي لكم راهي ما تبقى لكمش البريوريتي لما تكملوا كره القدم
بهذا العدد الذي خصصناه لمرحلة مهمة في مشوار أي لاعب، ألا وهي مرحلة ما بعد الاعتزال التي يجب على اللاعب التفكير فيها وتشريها جيدا، نصل بكم إلى نهاية الموسم الرابع من السلسلة الوثائقية الرياضية لكازا دياسبور، على أمل أن يكون هذا الموسم قد نال إعجابكم في انتظار موسم خامس مليء بالمفاجآت والمواضيع المتنوعة. لكن قبل ذلك، لإعادة مشاهدة هذا العدد وكل أعداد برنامج لكازا دياسبور يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه. سلام.